لا تضين زينب مستراحة مستراحة، ولا تظن بطلت النياحة. يمكن الناس تسكت ساعة، تسكت يوم، تسكت شهر، أنا ما أسكت أبو علي. لا تظن زينب مستراحة، ولا تضين بطلت النياحة، خويا عقبك ترى ما شفت راحة. هاي الحقيقة، اي والله. خويا يا ابو علي عقبك ترى ما شفت راحة. الونة زينب غير شكل تراها، اي والله عقبك ترى ما شفت راحة. دخلت الى الدار شلون حالها؟ اول ما دخلت الى الدار يقولون طلعت قميص الحسين، شمت قميص الحسين، طلعت عباية الحسين. طلعت عمامة الحسين، خاطبت أبو علي، تقل لواني لوان الدار يا ابن أمي، تعال شوف السوى بي الزمان يا ابو علي اخويا، لواني لوان الدهر يا ابن امي، سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي، مهد ما بي طفل نايم بيت من الزلم خالي، خويا بيت من الزلية يا مخالي. خلوا صوابي بالقلب يا ناس، خلوا صوابي بالقلب يا ناس، خلوا بيتي بيتي من الزلم يا حيف، خلوا ذاك حسين راسه بطشت، ايوا حسينا ايوا غريبا، ذاك حسين راسه بطشت، خلوا وانا الحرة العزيزة الهاشمية، يا وانا الحر العزيز الها هاشمي، حملها المصايب بس قلب زينب، المصايب بس قلب زينب، حملها ودهرها بنايبة وأخرى، حملها وحيدة بكربلة وما ظل، حملها يقص جفوف غدر الغاضرية، ولا جت اش كثر شافت هضم زينب، لوعوها اش كثر شافت هضم زينب، ولا جت ومثلها منسبت حرمة، ولا اجت تقول ميت الصيح يوم الطاف، ولا جيت ولا اسمع صريخ الغاضري. اذا عندك ون الزينب
زينب من لفت ليها المنية دارت عينها على الغاضب. زينب من لفت ليها المنية وين دارت عينها؟ دارت عينها على دارت عينها على الغاضرية. في مثل هكذا ليلة زينب في ديار الغربة في أرض الشام، أرض الألم، أرض الجروح، أرض الحزن، أرض الدموع، وما رأت وتحضرها المنية وتحضرها الوفاة. ما هان ما هان لعبي الزمان وهان. شلون حسرة في قلبها الليلة زينب تقل ما هان لعبي الزمان وهان. ما هان وليالينا المضن يا حسين راحا. ما هن ما هان علي خويا صعب فرقاك. ما هايا وان اروح ميسر غصبين علي. اطلبوا ادي رسالة. المسافة من المخيم الى حد منحر الحسين مسافة طويلة. جن الليل على مولاتنا زينب، عندها موقف، السماء تريد منها موقف، كون تروح توصل للحسين تشيل جسد المقطع وتقول له إلهي تقبل منا هذا القربان القليل. جاية قل لي يعني بينك ما بين الله، يعني طلعت من المدينة 6 أشهر ويا الحسين حتى تلطم يوم العاشر زينب؟ لا، زينب ليلة 11 صلت صلاة الليل، نافلة الليل ما عافتها ليلة 11 وهي أقسى ليلة على أهل البيت. الإمام الرضا يلخص لنا إياها يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا، أسبل دموعنا، أذل عزيزنا، أورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء. فذيك الليلة تطلع زينب كنت توصل للحسين، إلهي إن كان هذا يرضيك إلهي تقبل منا هذا القربان القليل. يقولون هاي المسافة زينب تمشي وتعثر. بيش تعثر؟ تعثر بالجثث، تعبت من الدوار عليك. الله أكبر. آه يا زينب تعبت من الدوار عليك، ما أندل طريقك وين؟ شقلب خويا يا حسين شقلب والجثث 70، شقلب 1 2 كلهم نومه ومكفين. خاف اقلب لي واحد خاف يطلع مو عرف يا حسين. هاي طلعت بالليل، بالليل طلعت وصلت للحسين ادت رسالتها. افتقدها زين العابدين، عم زينب ماكو صوت، عم زينب ايضا ماكو صوت. هناك صاحت بلا عمه انا موجوده. قال عمه اين؟ اناديك، ناديتك اكثر من مره. يتفقدها وهو بأشد حال، بس هذا الخدر، هاي الغيره الحقيقيه، الحميم، الحميه الصحيحه، الحميه لعد الرجال، الغيره اللي تكون غطاء لاهله، ستر لاهله، غيرة صدق مو غيرة كذب.
حمية صدق مو حمية نفاق. عمة زينب وين؟ قالت له عمة كنت أصلي. عمة صلين كان مو يمك كنا أشوفك. قالت له عمة صليت من جلوس. ليش عمة؟ قالت له عمة لا تلومني، إن مصيبة أباك قد حطمت قواي، يا عمة راح الحيل مني. خلاص بعد أنا بس أرد أسألكم سؤال وبدعت رسول الله جاوبوا. الحسين عمره 7 سنين والنبي مخليه بحضنه، تدخل عليه أم سلمة تشوفه يبكي وتقول الرواية ينحب. هاي الحادثة قبل 50 سنة من كربلاء. قالت لي يا رسول الله ما الأمر؟ قالها جبرائيل هسه كان يمي، قال لي الحسين يقتل والنبي ينحب عليه قبل 50 سنة. ورأته يوم العاشر، تقول لابن عباس رأيت رسول الله أغبر الوجه أشعث الشعر، رسول الله التراب على رأسه وعلى وجهه ويقول يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين. زين زينب شنو صار بيها؟ يا عم راح الحيل مني، من راح ابوك حسين عني، انا انصداع قلبي بكثور وني، وانا قبول كربلاء ميت عسني. أنا أتمنى تقرأ وياي هاي الأبيات حتى أقرأ لك بيت الحاجة وبيت الدعاء. لحقتك على ريحة الخوف، طلعها 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 بعد بعد، إذا ما تطلع بليلة زينب جايش وقت تطلع. لحقتك على ريحة الخوة الخوة وذبيتني على الغرب قو. وين ما كان اقرأ، واقف قاعد وين ما كان، تشاهد وين ما كان. يلا بويا أريد أسمع منكم. يلا حتى مصورنا يبكي ترى، عافية عليك حسن عافية عليك. لا تقول ما عندي جمرو، لا تقول ما عندي جمرو، ولا تقول ضيعت ال... هاي 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 صيح بيها صيح. خويا ابو علي شوف الشمر بيا. شوف الشمر بيا سوى 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 صوت على متني تلو. اسمع زينب بعد اللي عنده حاجة واقفة، اسمع زينب. وانحال وانحال وانحال، اتحزمت بعبات حزام السووا بي يوم 11 السووا بي. وانحال وانحال، تحزمت بعبات حزام وانحال وانحال، ادور والجسم تعبان نحيلي. وانحال وانحال، عمت عيني سمعت حسين. وان عمت عيني
سمعت حسين وانحال وانحال عرفت صوته وطحت فوق الوطي اي عرفت صوته وطحت فوق اي ونا ونا اي الوطي بنات خدر بنات بيوت بنات عوائل بنات متربيات ما حد سامع لهن صوت ما حد شايف لهن ظل تقول زينب احنا الما يمر الهضم بينا بيت الدعاء احنا الما يمر الهضم بينا بينا ولا يوم نسمع صوت الحجين طلعها طلعها ولا يوم نسمع صوت الحجينة تالي الدهر نتستر بدينا تالي الدهر نتستر بدينا بدينا ويا شماتة العدوان بينا أكون الزينب لولا ويا شماتة العدوان هذا ألم ألم في قلب زينب أريدك تسمعه وتشوفه لا تنسى هذا والله وبالله وتالله هاي بيني ما بين الله كل ما أقعد لوحدي أقراهن ذندي كل ما أقعد لوحدي يا زينب وين وين السبي يا زينب وين وين السبي من بعد عباس حادي أجنبي ما خلوها ما خلوها لذلك اعتذرت من أبو علي اعتذرت من هذا الاعتذار ايش قالت له قالت له اعذرني 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 خويا غصب عنك رايح 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 بالخراب وهناك اسوي الفات لو بيدي أحسين كنت أضل يمه هاي حسرة في قلبها تربى مشت وعيونها على حسين تربى وخذت من دمع عزيز القلوب الاخت ويا الاخو من الصغر تعوف شلون مرمي على الوطي طلبوا حوائجكم بوجاهة زينب ما ترد الحاجة خلوا حاجتكم الاولى لامامكم اللهم اشفي صدره بحق زينب اللهم طيب جرحه اللهم سكن ألمه اللهم فرج عنها اللهم اكشف كربته اطلب حاجة لوالديك يستاهلون واعتذر لهم قلهم عذرا ما بريتكم زعلتكم تعبتكم انكر ذاتك انسى نفسك اطلب حاجة لغيرك يحترمك الله واي مسجون مظلوم ما عنده ذرية مريض مكروب مديون اطلب له حاجة إلهي من أرادنا بسوء ومن كادنا الله يشافي كل المرضى يعافي كل المرضى إن شاء الله نراكم غدا على خير استقبلوا خادم أهل البيت الملا حيدر بالصلوات ثلاثا
وشافي عافي جميع المرضى كافة المستشفيات. يا الله